المعصم هذا المعصم راه يقول لك انا بربي ان شاء الله راح نسوي الناس هذو ونسوي الناس هذو كامل، وراه هو ما سوى ما دار حتى عاجل بيئات هذو، راه معانا هنا وراه يتبع فينا ويتفرج معانا بصح، ولكن انا نهضر له بوجهه، نهضر له بوجهه، انا نشتي حقاني مانيش نهضر بالكذب ولا نهضر باللورا. هذو ناس خليتهم محقورين ورحت الواحد للدوزيام وهذا خليتهم الحل والراو، الحل والراو، اسكو الناس هذو عندهم حق ولا ما عندهمش حق؟ تفضل يا شيخ. هما يحب يسألوك يا شمر، حب كل واحد يحب يطلع بغى شي يسألك، كل واحد يحب يطلع معاك ويسألك، عنده حق يجاوبك يتكلم معاك بالاحترام بالقدر خير. اسمع بيا شمر. تفضل السعيد. تفضل تعيش. انا نهضر معك برك اللي قاعدين يهضروا الكلام الزايد، الكلام الزايد طول، انت تفرج فيهم روح طول البلوكة. شكون اللي قاعد يهضر هضرة زايدة وخارج السرب تاعنا ويقذف؟ روح له ديريكت. اوكي بو عاد بلي بسم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو كان نورمالمون عنده واحد الساعه، انا كنت في طريق هذا وين وصلت، اسمحوا لنا على التاخر هذا. يا خويا احنا نجاوبوا بكل شفافيه اللي الشيء اللي نقدروا نجاوبوا عليه ونعرفوه نجاوبوا عليه بكل شفافيه. الصوت هو مليح راك تسمع فيا؟ راني نسمع فيك راني نسمع فيك. وهذا اللي تطلع هذا طلع تاع خصوطين، هذاك المشطور تاع خصوطين ما عنده كاش اسئله. هذا هو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيسى مساء الخير وبارك الله فيك. شان خويا مساء النور، ربي يحفظكم ان شاء الله. معك جمال بوعيشه دفعة 92 رومات مطاريون، تأديبي 6 شهور حبس، تهمة ضرب وجرح عمدي. عقيب عيسى واش راح نقول لك؟ النتائج الأخرى اللي وصلنا لها هي تسوية صح، كاين 92 2011، وما كانش فرق بين تأديبي نهاية العقد. الفرق اللي كاين هو الملف، ملف طبي عسكري فيه مرض أثناء الخدمة مقبول 10% فما فوق، ملف مدني يسمى خارج مجال خارج وقت الخدمة جديد كما اللي دفعناه، اللي ادى نسبة تاع 10 و20 و30 و40 في اللجنة قصاوه ما قبلوش مهما كان نهاية عقد ولا تأديبي. الناس اللي حصلت على 50% فما فوق دات آليا 10% وخلصوا، كاي اللي دا غير منحة العطب وما زال ما داش المنحة التكميلية، وكاي اللي لحقاته وخلص. هذا أمر استنتجناه وشفناه وهضرونا عليه مام أعضاء في اللجنة القانونية. هذا هو الواقع اللي رانا فيه. الناس اللي فاتت الخبرة وفات عليها 6 شهور و7 شهور وما خبروهاش راهم مقصيين كامل، والناس اللي قبلوهم مسلكوه في مدة 6 شهور ل7 والطعم ما كانش، ومام من حد الصرف ما كانش حاجة رسمي للقانون الساري للحظة هذه درك بعد في الدقيقة هذه. هو الأمر 76
من 1976 للدرك لتأديبي فوق 8 سنين يدي، نهاية عقد فوق 8 سنين ما يديش، ونهاية عقد تأديبي لي تحت 8 سنين ما يديش. وش لي ما يديش؟ وكيف نديرو درك؟ كيف نديرو؟ وش هو لي ما يديش؟ من حد الصرف، من حد الصرف القانون القديم مازال ساري المفعول. هي انا بدأ نجاوبك على السؤال الاخر هذا، معليش، من حد الصرف كاينه 8 سنين ونهار بالقانون تاع 76 كما راك تحكي لي، ب 8 سنين ونهار عدلوا فيها وهبطوها لخمس سنين وربع سنين بلاك للجيش. هاك تسمع؟ كاين هنا كاين تغليط، كاين تغليط في النقطة هذه. اصبر نكمل لك. الإرسالية كاينة في لا ريجيون ومازالوا ما أبليكاوهاش باش يحكموا الدواس على الناس اللي تدي منحة الصرف، وماشي غير عند العسكر، ما عند السيفيل. هذه وحدة. اثنين، الملف العسكري والمدني هكذا. ايه الملف العسكري حالة والمدني حالة، والشطب حنايا عندنا 8 حالات من الشطب. هاك تسمع مليح الصوت؟ يعني نسمع. ايه حنا عندنا 8 حالات من الشطب. الحالات اللي فاتوا على بالك بيه بشكون هما؟ أباك جمال تاع قسنطينة إيه بو عافية. هاني معاك. الحالات اللي معانا في 8 على بالك شكون اللي فاتوا؟ والله ما على بالي يا اسامة، ما على باليش بالضبط شكون فاتوا. الحالات اللي عندهم العطب وما عندهمش المعاش، اللي عندهم الانفاليد، اللي عندهم العطب وما عندهمش التقاعد وما عندهمش التأمين، هما الأولين. هذه حالة. ومن بعد زادوا راحوا الملفات العسكرية الأمراض الغير منسوبة. الملفات العسكرية زادوا داروا هي من الأولويات بشرط المرض منسوب، زادوا خلصوهم. والحالة الثانية تاع التأديبي تاع نهاية العقد بطالب منه وإجباري، عيطوا لهم بالأغلبية للخبرة. 90% فاتوا نهاية العقد. حنا بقى لنا المشكل درك في التأديبي، في التأديبي لي ليست تنفيذة لإبراهيم، يهبطوا الشهر هذا نورمالمون يهبطوا وتبدا بقوة في التأديبي. ودرك نهضروا على التأديبي، حنا نرجعوا درك الملفات المقصية في الخبرة الطبية. راك تسمع؟ هاني نسمع، نسمع. الملفات اللي فاتوا في الخبرة الطبية بالأمراض غير منسوبة، الأمراض هذه اللي غير منسوبة اللي فوت في الخبرة يحطوا لي، يجي الميسيونير من دار إبراهيم يهبط القسنطينة يهز ويروح الوهران يهز والصحراء يهز، المهم يهز من النواحي كامل ويطلعوا من الجزائر. هذو الملفات اللي غير منسوبة، وحنا نستناو في رئيس الجمهورية باش ينسبهم. حنا رايحين نتحاسبوا كعسكريون سابقون، ماشي رايحين يكافئونا على المرض، رايحين يكافئونا على الخدمة. ممكن ما تحسبوهاش عليا الهضره هذه، ممكن في المرسوم اللي يهبط يقول لك كل من شارك في التعبئه باريزوب لي زابلي ولا التجنيد في التسعينات، من 90 حتى 2000 ولا 2000 دو كيما حبس طالات، هادو الناس كبروا ولا يقدروا يعطيو لهم لانفاليد ويعطيو لهم المعاش، ويقدروا اللي مازالوا صغار يعطيو لهم غير المعاش وما يعطيهمش لانفاليد. المهم الفصل مازال ما باينش اكزاكت، كاينه واحد الضبابيه وان شاء الله قريب نوصلوا ليها ونفهموها اكزاكت. حنا طلبنا لقاء وكي نروحوا لعندهم نهضروا، ماشي باه نهضروا الهضره هذه نتحملوا مسؤوليتها، حنا نهضروا واش اللي نعرفوا، كي نديروا اللقاء ان شاء الله ونخرجوا ونشوفوها ديتاي كاملين وقريب يكون اللقاء ان شاء الله. هيسا شوف، انا راني سمعتك مليح. اه
كي نقول لك مليح راني سمعتك مليح مليح. شوف انا نهضر واحد الهضره دركا للسلطه ليكتا المشطوبين بكل للاعلام للراي العام لكل في هضرات موجزه وملخصه وواضحه. شوف فيها تانا احنا انا ناضلت جديد في النضال هذا، انت جيت من ورايا بالك بخمس سنين بالك بسبع سنين بزاف الدفعه رانا كيف كيف وصوتينا ما بدا انا كنت معك في لوطاب وسمعني مليح شرح نقول هنا مرحله تاع الحراك كانت البلاد على خمال والرئيس بدانيه حسنا باش يسمعنا وفتح لنا المجال والطريق والوزارة بينت باللي استجابت وراح تحل المشكل هذا. من وراء اللقاء تاعكم نتوما والحوار تاعكم نتوما داروا برنامج هدروا في التلفزيون هدروا قدام الإعلام هدروا قدام الرأي العام باش ينوروه. هما ما هدروش بصفة هاي سويه ومش طوبي الجيش من جانب تكريم ومكافحة الإرهاب وتكريم وكذا واعتراف بالتضحيات. هما قال لك الناس هادو صحافي يسأل قال لهم علاه الناس هادو خرجوا بزاف وشو المطالب تاعهم. الوزارة جاوبت في الحصة قال له بسبب منحة العطب كانت في السابق كانت منحة صغيرة 300 ولا 400 ومن بعد كي درنا التعديل الاخر هذاك في 2011 ولا 2014 ولات 1,400,000. قال لهم داهم الطمع وكثر العدد والناس كل ولات تحوس عليها ورجع الفيديو تفرجوا. قال له كي كثر العدد بزاف خرجوا بالطريقه هذه. قال له احنا لقينا المحل نعاودوا درنا تعديل نعاودوا نمدوا في الاجال الناس اللي ما كانتش عندها الفرصة باش تدفع الملف وكانوا مزروبين على الخرجة وكانوا ما مش عاطين اهتمام ل 300,000 عطيناهم فرصة باش يدفعوا الملف وزادوا عدلوا في الأمراض الغير منسوبة بضعة أمراض زادوهم في القائمة وزادوا عدلوا حاجة نقطة جد مهمة للمشطوبين 50% فما فوق عجز غير منسوب يدي 10% آليا مكتوبة في القانون وفات على البرلمان ولازم مش طوبين وكل يكون على بالهم بالنقطة هذه بالداس بعد هذه هي على جال هذه قلت لك أنا مكامل مقصيين غير اللي عندهم أمراض فوق 50% با وشو الثاني اللي زادوا عدلوا قال لك احنا 1,400,000 ما تكفيش الواحد عنده عطب باش يعيش بها عيش كريم نزيدوا له منحة تكميلية 27%. معناه كي تحصل على منحة العطب يزيدوك منحة تكميلية. تسمى تاع الحكاية تاع تدي منحة تكميلية بلا ما عندك العطب هذه ما تقدرش تكون. وتاع الناس اللي تقصاو وداو تحت 50% عجز غير منسوب وما استفادوش من 10% آليين فوق 50% باه يسناو يجي مرسوم رئاسي ويسوي لهم الوضعية تاعهم راهم طمعوا فيهم ويستناو في حاجة ما هيش راح تكون. هني نقولها لك انا درك وش فعليها من احلى دراهم. انت سألتني وفي نفس الوقت قصد تجاوبت. انت سألتني وعلى بالك الطريقة كيفاه وتسوية منين تجي. شوف فهمتني؟ ما عندنا الشهر عيسى انت قلت عدلوا في الصحة العسكرية زادوا بعض الامراض للعجز غير منسوبة ايه تسمى كانوا عندهم 50 مرض رجعوا في 60 مرض ايه صح. هذوك الخمسين تاعنا احنا اللي دخلوا تما داو واللي ما كانش زادوا 10 زادوا داو يعني
الفيكتيف هذا ونقص من عندنا الناس هي تريقلت عشان نقص علينا الضغط. هذو الناس راحوا وفي نفس الوقت هاك تقول باللي لازم الرئيس اللي يتخذ قرار هكذا. لا هذه قلتها انت انا ما قلتش. درك انت واش قلت؟ قلت لازم مرسوم. لا قلت لك اللي قاعد يستنى في مرسوم رئاسي يسوي الناس هذيك اللي تقصات في الخبره في الفتره هذه اللي ادات وفات عليهم اجال تاع 6 شهور و7 شهور وما خلصوهمش وقاعدين يستناو في حاجه ما على بالهم. تسمى انت هي درك شامخ عيسى هذا نهضر على روحي انا عسكري وتوفر فيا الشروط باش نتسوى وعندي ومش من الحالات الثلاثه ومن بعد الا كان انا مانيش مريض ما نسلكش. ايه للاسف تعاملوا معنا هكا. والباب باش نتسوى على الصحه العسكريه والملف تاعي انا ماهوش مليح باريزومبل ماهوش منسوب تسمى انا نروح ما نسالش. ايه داروا لنا هكا عيسى. لا مشي بوعافيه. شوف ليا انا مانيش نحامي على الدوله هذه ولا افوكي عليها ولا بورت بارول عليها ولا ناطق رسمي تاع وزاره الدفاع. الدوله مادامها قالت لنا جيبوا الملفات ودفعوهم على بالها واش دير. انا قلت لك قبيل ممكن الناس تاع التسعينات باريزومبل من 92 حتى ل 2000 حتى ل 2000 ولا 99 ولا 2004 ولا 2015 هادو الناس لقوهم كبروا يعطيوها لهم اوتوماتيك. تعلم بها انت هادي غدوة الرئيس نبحثو يدير هادي تسالو هو عيسى. شوف الواقع اللي رانا فيه درك. لا جاوبني انت هو اسمعني يا ابو عافيه. انت عندك 100,000 عسكري عندك 2800 عندهم لانفاليد الحكم التقاعد واستريقلت 10,000 سيدي من هادو المشطوبين بالامراض الغير منسوبه رجعتها منسوبه ملفات عسكريه وتبقى لك قد تبقى لك 80,000 كاتر فام ميل هادي انت تطيشها. انت تقدر تسرع ها؟ تسرع والله ما صرات. شوف درك نقول لك هما كشغل واش قاعد يقولوا لنا. درك نقول لك انا واش قاعدين يقولوا لنا. كشغل قاعدين يقولوا لنا خويا اللي مرض عندي وعنده دليل وفتناها هذه. خليني نكمل نهضر. ابو عافيه خليني انا فاهمك. انت فت الخبره وانا فت معك في الخبره. انت ديت وانا ما ديتش. يعطيني انت كيفاه يعني نسكت انا؟ ما تسكتش بصح السنه دوك نقول لك انا حاجه. جاوبني انت هو تبون مديت لبو عافيه وانا وياه برومو وحده وخدمنا كيف هو خدم دوسي ميليتير ودا وانا خدمت مدني وما ديتش ديت زيرو ما ندي والو ما تديش. دوك نقول لك علاه. دوك نقول لك هو قاعد يقول لك هكا. يعني شوف واش قاعد يقول لك. انا اسمع انا كي نشوف هذه الهضره تاعك انت اللي راك تهضر فيها نشوفها هبطت في ورقه مرسوم اقصاء نهائي نقدر نهضر. هكذا ما نقدرش نهضر. عيسى والله غير تسمح لي. فهمني يا ابو عافية فهمني. الواقع مرة. معليش انا اللي سمعتك. شوف المرسوم هذا باللي اقصاء كلي لا طعن لا حقوق. انا نقدر نقول لك شكون هضرها وشكون جاوبها ونطاكيو هذا السيد امي ونطاكيو ماشتاش باريكري. لا نسمع البو عافيه ونسمع لهذاك. انا كي تنطق الدوله نجاوبها خليوها هي تجاوب احنا نجاوبو. اسمع لي هاي قصاد هذا وتحطيم معنويات يا ابو عافيه. جيب لي ورقة. اسمعني انا نهضر الواقع. كاينه اسمع لي ابو عافية كاينه ورقة. الليلة هذه نحط النقاط على العروض.
الورقة كي هبطت بان فوتو تسوية هبطت ورقة ايه كي هبطت الله ريجيو اسكو معصم هنا في التمطينة عيطنا من راسو بصح الورقة هادي واش تقول واش مكتوب فيها واش تقول قال له احكم الملفات 92/2011 ايه وقال له سلك غير الامراض هاني جايك من بعد قال له سلك تانا تاع العسكر واللي عندهم الامراض والامراض اللي ماشي مريحه للمستعصيه ومن بعد اللي فات الخبره وداه زيرو ولا ما عطاتوش مش نحطوها كوطي وخليها ستونس ها ما كتبوش هادي حطوها كوطي ما كتبوهاش هاني جاي انا قلت لك هكذا جيب لي انت ورقه جيب لي ورقه خرج من وزاره الدفاع باللي الاقصاء او نهائي باش نهضر انا حنا كنتعاملوا مع الدوله ما انا الهضره تاعك هذه ما قنعتنيش معليش معليش عيسى شوف حنا ونحوسوا على حل والحل انت ما تقدرش تلقاه انا الحل خلينا تجاوبني الدوله ما تهضرش انت والله شاقور والله فلان يدير الفيديو او نهايه العقد ما يديش او فلان ما يديش ما تهضرش خلي الدوله تهضر لا عيسى هضرة الدولة وسمعناها صاحبي لا وهضرة الدولة لا شوفها في الورقة على ارواحنا يا ونشوفها في الورقة انا عيسى شوف الورقة شفناها وقريناها الورقة قريناها انت عندك الورقة اسمع الورقة ما نشرتهاش شوف الورقة ما كانتش في صالحنا من نهار الاول فهمت ما نشرتهاش والهضرة سمعناها بالانجليزي لا لازم حل يا عيسى حل ارجع اسمع ابو عمي إذا كان تقول لي اتخذت الدوله قرارات رايحه تمد اللي كبروا لانفاليد والمعاش وتمد اللي مازالوا صغار المعاش ويبقوا حاله يبقوا في تاهب يبقوا احتياط بالك نسكت اذا كان تقول لي او راح يمد غير الامراض والباقي 100,000 مقصيه والله 70,000 مقصية وتسكتي ما كانش هادي وما ديرهاش الدولات للأسف عيسى هذا هو الواقع الا غالب صح لازم احل ابو عافية هاني معاك لو كانت غدوة منا الغدوة الرئيس هذا يقولوا له اللي ما داوش الخبرة ام كاينين 40,000 وسلكنا 20,000 واللي مازالوا ما فاتوش في الخبرة 40,000 يقول لهم هو سلكوهم انسبوهم وسلكوهم انت واش راح تدير خليها السعيد خليه تفضل صديقي تفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله سلام عم سعيد واش راك بخير لاباس عيسى بخير راك مليح لاباس يبارك الحمد لله عيسى انا يا نسكن في المهير ولايه برج براريج مرض مستعصي خويا العزيز انا حبيتك على وجه ربي ان شاء الله نتمنى انه تعاوني لا بغا تشوف لي النسبه هذه ما عنديش زوالي ما عنديش النقل ما عندي والو انا يا كلوه واحده سبحان الله العظيم عندي درك بالك 8 شهور من اللي فوت الخبره الطبيه وقلت انت كيما هضرت لنا في اللايفات قلت لنا باللي كاين سيستم هو اللي ينسبك بلك راك تتذكر بارك الله فيك درك انا هذا السيستم انا هاني كلوه واحده وميته في داخل جسمي ما قدرتش ندير عمليه فهمت خويا العزيز انا راني ميت انت ديت لما انت هذه الهضره اللي تهضر لي فيها ندير عليها دوسي داير وهاني دافع بيان سور انت كيف الخبره الطبيه فت بالمرض هذا نعم وديت لهم ثلاث تقريرات هات الماتريكيل تاعك والله ماني حافظه عايشة نجبد تسمع لي جبدو نروح جيب الماتريكيل وحطوه في التعليق هنا ولا يطلع ما تحبطنيش يا عم السعيد الله ينورك يا مسيو عبدو رحماوي اللي كتقول التحقيق السلبي كيفاه حنا التحقيق السلبي كاتبينه من 8 حالات تاع الشطب تحقيق امني تحقيق سلبي قلنا يرجعوا لهم الاعتبار تاعهم يا يثبت فيه الا كان التهم المنسوبه ليك وخرجوك في هذا الامن هذا
او ما عندي ما ندير لك. وإلا كان دا المشكل تاعك هذا مش حاجة يا خويا تجيب الكرامة تاعك ولا تفوت على العدالة تعاود دير رد الاعتبار في العدالة وجيب الشطب تاعك هذا وتدي حقك. هذا واش راح نقول لك، حنا وهضرنا عليه التحقيق الأمني السلبي كاين اللي دار ومحكوم في لاكروند وكاين اللي كتبوا عليه السلطات الأمنية. حنا نهار هضرنا قال لك حنا ما نشككوش في التقارير تاع السلطات الأمنية باللي ظلمت الناس. حنا قلنا لهم يدفعوا الملفات، وكي يدفع الملف اخويا قول له يروح للعداله ولا يعاود يدير الشهود ولا يدير رد الاعتبار في المحكمه ويجيب الواحد تاعه ويجيب ليكستري يا خويا يدي حقه. هذا واش اللي قلنا، هذا التحقيق السلبي. السلام عليكم. سلام. تفضل الشيخ تفضل. ادو تفضل. السلام. راك تسمع فينا؟ تفضل راك تسمع فينا. الو الو تفضل. اخويا تسمع فينا؟ بابا انا كنت طلع واحد فضل امي بعد فضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هي يا مهدي، هي هي يا مهدي. درك حنا في الفيديوهات ما خلينا والو مستور، يعني يبقى لا الماتريكيل يغبر. كي نحبوا نجيبوا تا واحده ونجيبوه، وكي قلنا عاوننا نجيبوا الماتريكيل ونسقسيو عليه ونشوفوا هذا السيد ونجاوبوه. السلام عليكم. واش نقول؟ شوف لنا فلان وش... عند الجيش امسي وحميد وش... لكن انت عندك ماتريكي لك رقم، اعطيني الماتريكي تاعك قول شكون انت. الا كنت قلقك هذا يعني باللي تفضل يعني تفضل. المشكل لا في الماتريكي، المشكل في المشطوبين اللي كيبدا هذا الماتريكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم سي هشام؟ عمي محمد لاباس. السلام عليكم. لاباس بخير؟ لاباس يبارك فيك. ربي يحفظكم ان شاء الله. انا من تيسم سيلتو برومو 99 كنت جدرمي، وعندي صافي دير كرونيك، عندي كاردياك، انا عندي قلب. ودفعت الملفات تاعي، صافي دفعنا الملفات كما دفعنا كاع احنا المشطوبين، يعني في الوقت اللي كنا نلمو في الملفات ودفعناهم، وحنا اللي صافي دير على ولايه تيسم سيلت احنا اللي صافينا الملفات ودفعنا كاع الملفات بوردورو في لا ريجون في وارن. بصح المشكل لا عيسى اخويا، احنا دوك كل اللي عنده العرف راه فات، واللي ما عندوش العرف يا اخويا احنا في الدوزيام ريجون راه قاعد يستناو. احنا لا سما رانا. انت تأديبي ولا نية العقد؟ انا تأديبي والله تأديبي ما عندي. واش راح نقول لك، احنا هضرنا على الامراض المستعصيه اللي عنده نهايه العقد نشوفوا كيف يفوت ويزرب يفوت. التأديبي فيها تحقيق، المكتب التجنيد فيها هذه لهذه، التأديبي ما يديرولوش هذه كامل كيما واحد التأديبي ملي نهاية العقد وباين. لو كان جيت تاع نهاية العقد وانت بالمرض هذا ربي يشفيك ان شاء الله، نشوفوا كيف درك كان تما حمري وراح من وهران، درك العقيد معصم وهو وعد باش يخدم ويخدم ليل ونهار ويريقلوا الباب تاعو مفتوح، يهبطوا لي ليست تاع دار ابراهيم تاع التاديبي ان شاء الله، بالك تكون في القائمه وتفوت ان شاء الله. الرحمن الرحيم. هذا التاديبي ما تقدرش تفوت الخبره، كون ما تجيش بسم هكذا في لا ليست ما تقدرش تفوت. يا عيسى خويا احنا دوك نضرينا، احنا دوك باغي نقول لخويا اسمعني دقيقه برك، اسمعني دقيقه. دوك حنا لا ختمه
لا شبكة لا بطالة لا مكن والو، واحد عنده زيت زريري ولا ربعة. دوك انا اخوك الوين تنصبروا الليل اللهم محمد رسول الله، ضرينا ياسر خويا، ما خلينا حتى خرجه ما خرجناهاش، ما خلينا حتى وقفنا في قال ميادين، قال وقفت وقفنا فيهم. يعني احنا دوك ما فهمناش دوك لا التاديب، احنا نستناو ولا ما نستناوش، هنقطعوا لياسر وندبروا لارواحنا بكزيها وخلاص. لا دوك ما عرفناش، إذا كان بنعاودوا نخرجوا احنا واجدين، يا خويا احنا حقوق تاعنا ما راحين نسمحوا فيها حقوق تاع اولادنا. بصح إذا كل كيما نقول احنا نقعدوا غير نشوفوا، احنا غير نستناو الشهر ذا الشهر الجاي الشهر الآخر العام الجاي، راه عندنا ملي دفعنا الملفات راه قريب 3 سنين أخويا. دوك احنا اللي أنت عايش أخويا، هل عندنا حق نروحوا نوقفوا عليه وخلاص؟ هذا شنو بغيت نقول خويا أنا؟ أنا واش راح نقول لك؟ شوف زيد صبر الشهر هذا بالك يهبطوا لي ليست إن شاء الله ويكون الاسم تاعك وتفوت الخبر، هذا واش راح نقول لك؟ والله نتمنى الخير كاع للناس. والله التأديبي 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 والله فيه فيه بزاف تسمى المشاكل، والتأديبي بعدا فيه 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 مجال مجال تأديبي وفيه محاكم ومحاكم ولي زافير بزاف، يعني الواحد كون ما يدققوش معاه والله ما فات الخبره، ما نكذب عليك ما والو. احنا معنا حضرونا يا عيسى، انا اسمع لي يا خويا، انا تم متبعين تاعك وراني مناضله معك حتى للطرف، صليتوا على النبي. احنا حق انا كنا نحكي لك على الكارت تاعي، انا بروموت لك 99 ودخلتوني تريبينال 2003 وكنت اوكشيليير كامران، ومن بعد انا في 2003 عطوني البراءه نورمالمون رجع لينيتي تاعي. انا رحت لينيتي لحقتني الراديوسيون، الراديوسيون انا دوك لحقتني الراديوسيون خرجت، بصح بقاو يخرجوا في بلاصتي حتى ل 2009 وانا بروفو 99. صافي دير حتى ل 2009 بطوني لا راديوسيون تاعي وكلش، صافي دير عندي 10 سنين دوك. نهار اللي تعمقت في القضيه تاعي نسيبهم كانوا يخرجوا في بلاصتي، نهار اللي بغيت نرفع تحقيق ونرفع قضيه عند العداله ما كاينش اللي بغى يسمع ليا. انا قال لي واحد في قسنطينه في السانكيام ريجون، خرج من السانكيام قال لي انه قلت لك سي ان تريزوري ريجونال، قال لي انه قلت لك وما تباصينيش باسكو انت ماكش انت اللي تخسر لي كارير تاعي، مازلت عاقل عليها اليومين هذا، هذه في 2009. كيف اسمك؟ شاوش محمد. والله يا خويا شاوش بالله، شوف انا ما حبش نجبد الباسي وش اللي صرا، يعني انا نحكي شي اللي فات وفات وفات والله ما خلص. صح ماكش غلط، احنا نروحوا ان شاء الله اللي مليحه ونهضروا على اللي مليحه وكيفاه نلقاو الحلول ان شاء الله. ما هذا بينا، انت كمريض ربي يشفيك واصبر يا طولي ليك. وانا والله غير مرضي ان شاء الله، انا والله غير مرضي، ما عرفت عيط لك، انا ما عرفت روحي نلحق، ما عرفت روحي ما نلحقش على هذه التزويه. ان شاء الله تلحق، ربي يبارك في عمرك ان شاء الله تلحق. والله غير داير طروه ريكارديا غير مزعف تاعها، والله لا غير مزعف يا خويا. شوف التليفون تاعي انا في لي ليست محطوط لي نشر نتاع الولائيين، هز التليفون وعيط يهبطوا تاع التاديبي ان شاء الله نتناظر. انا والله ما سمعتش في الخبره واني نستنى كيفك. على بالي يا عيسى، انا من المتتبعين وراني نشوف وراني على بالي ورانا نسقسوا، وانا في وهران سقسيت فمال دو فوا قالوا لي اسمك راه في الريزو، يعني الناس الله يبارك ما قرا خويا قالوا لي اسمك راه في الريزو، يعني من الناس اللي عندك الحقوق ودفعت الكارد صافي دير كرونيك تاعي ودفعت الدوت ملف كامل. يعني ما بغيتش نهضر على الباسي كما كتقول، احنا نحوشوا نروحوا للقدام، احنا اللي فات راه فات، وانما عندنا حقوق يا خويا طولنا غير قد ما نعيشوا يا سيدي، حق بطاله طولنا حق غير تاع البطاله، معليش طولنا غير بطاله يا سيدي والله، قد ما ناكل الكسره والسلام ورحمه الله. واحد باه يخدم ما يقدرش يخدم، عنده قلب باه يقعد ما لا اله الا الله، كيما يجينا حصلنا خويا وكيما تهضر تحصل. والله غير والله غير والله غير تريكل ان شاء الله، خلي الدوسي تاعك توت الخبره ان شاء الله توت. يا خويا الرحمن الرحيم ان شاء الله ان شاء الله هم امين. درتينا حاجه بغيت نقولها انا صافي، درتينا حاجه واحده بغيت نقولها، والسلام عليكم وتصبحوا على خير، وسمحوا لي بهذه الكلمه. والله باقي نقول لك واحد الكلمه، رانا في واحد لازون عايشين، وانا نقول لك شكون شاوش محمد، الا كان ما يعطوناش حقوقنا انا مستعد باش نروح للجبل ونولي ارهابي، ونقسم لك بالله زادات اللي ما دار حتى واحد نديرها انا. لا حاشا لا غير حاشا، ولا غير يجيك الدوسي ان شاء الله تفوت الخبره وتريقل وتنسى الغش هذا كامل. باسكو الارهاب الكبير باسكو الارهاب الكبير هو اللي راه في البيروات، هو اللي راه كاين الحقوق ماناش. شوف شوف احنا كنا عند الوقت كنا غالطين خويا عيسى، احنا كنا ننضلوا على الوطن،
صافي عندنا ديك الوطنيه غارسينها فيها والدينا وجدودنا. حنا جدودنا ضربوا على هذه البلاد من بكري من 54 وجدودنا حاربوا على هذه البلاد. ما تينا والو خويا جوج كاماتنا وجدودي انا تقولها ما كاش. ناضلوا على صافي يدير التاريخ يعيد نفسه. ودوك الانسان كاين يدير الرحمه على والديك. انا دوك سيدي معليش سيدي قراري انني كبرت والله يجعلني نموت غدوه. بصح ولادينا شكون بيهم؟ قول انا عندي ثلاث دراري صغار ولا اربعه شكون بيهم؟ إليه الله هذوك الدولة هذه مانيش عارف إيش راهي تحوس. رحنا بالعقل ما عطاونا الحقوق، سكتنا ما عطاونا الحقوق، كي كتبنا ما كاش. يا إليه الله محمد رسول الله. يا عيسى أنت راك رسول، أنت صافي دير راك رسول يعني الرسول تاع الناس كيما أنا. إحنا ماذا بينا خويا؟ إحنا جامي قلنا لك يا ودي هذيك ولا هذيك. أنا تقول لي غدوة نروح ونخرجوا حق ربي ما خلي معك بلاصة. اسكت عليه تا بابلو حقي ما نسكتش عليه حتى نموت. بالصح. الوين يا خويا عيسى هذوك احنا ضربنا زيد اسمع ليا نهضر معاك انا مالي. زيد صبر شويه ان شاء الله تهبط الاسم تاعك في القائمه وتفوت في الخبره بربي ان شاء الله وترجع تسلك وهذيك تنساها الغش هذا كي تولي تسلك وتريق الامورك بربي ان شاء الله تبدل النظره في البلاد ولا تبدل لاخرك. انا على بالي وحاس بيك حمدي ونطلبوا من ربي يفرج علينا كامل ان شاء الله ان شاء الله. احنا هذا ما نطلبوا خويا وتحيه الجزائر الله يرحم السعداء والسلام عليكم. الله يسلمك خويا يوسف هذا يوسف اني صايني ماركيت الماتريكيل هذاك خلاص هو قدامي اني كتبته في الورقه يا سراج سراج يكتب هنا تعليق ويقول انا عندي الامراض اربع امراض الله خمسه ونهايه العقد وما تسمفش الخبره يا مسيو سراج لنهاية العقد راهم يفوتوا وحنا نهار درنا الحوار هضرنا مع مدير الصحة ومدير شؤون الاجتماعية قال لك باللي يفوت بالمشطوب بالمتقاعد حنا رانا في 100,000 والمتقاعدين راهم في تقريب 350,000 ولا 400 اللي راحين يفوتوا على الخبرة راهم حبسوا الخبرة شوية على المشطوبين ممكن تبدأ في أكتوبر هذا لوديس تبدأ في البليدان المشطوبين وبقوة درك يفوتوا المتقاعدين وممكن تكون قائمة كبيرة هنا في الشرق وتفوت إن شاء الله سراجني على بالي أم يفوتوا معنا المتقاعدين درك عاد يفوتوا 10 مشطوبين يفوتوا 100 متقاعد حتى المتقاعدين تاني ريكلاما وبيفوتوا في الخبرة والفيكتيف تاعهم أكثر لتانا وقت فوت سراجني على بالي بك. شوف السعيد اللي مشكول يطلع هذا. السلام عليكم. السلام عليكم تفضل خويا. سلام. واش راكم خواتي لاباس بريقلها؟ لاباس. بالنسبة ل الحمد لله لاباس عليكم انتوما. اخي دير الكاميرا نشوف اخويا. يا ودي ما عنديش الضوء. لاباس قلت لك دير الكاميرا نشوفوك. تريسيتي ما عنديش تريسيتي. الو. تما راني غير بال الو قلت لك بالنسبه للملف بناء على طلبه ها واش واصله وشكون مره واصله هذا ما كان الو من نهايه العقد نهايه العقد بناء على طلبه واش به هذا قلت لك وين راهي واصله حكايتهم الو هاني اسمع فيك ها الو اش كيقول السعيد هذا الو اتكلم واسمع اهضر بالبزاف نهايه الو العقد واش به الو نهاية العقد بيطالب منه وش بيه سعيد السعيد شاقور اسمع فيا الو هذا راني نسمع اهضر تفضل واش قلت لك بناء على طلبه هو راهي واصله بغي نعرف الحاله هذا وين راهي واصله هذا ما كان انت تتبع في القضيه ولا ماكش تتبع فيها راني نتبع نورمالمون راني نتبع
انا كيفاش راني نطلع؟ ابقى هكذاك ما تتحركش باش ما يروحش الريزو، ابقى هكذاك. حنا وكنا 70 مليون مره الهضره تاع بيطالب منه ونهايه العقد اجباري وتاديبي والغير منسوب والمنسوب وما عرف، وقلنا بركاو هالهضره هذه يا اخي. قلنا حنا قلنا او كامل رانا مشطوبين، اللي عنده الملف عسكري كي بيطالب منه كي اجباري كي منسوب كي غير منسوب، قلنا حنا رانا مشطوبين من الجيش، من الجيش بقرارات حنا ما رناش نسلكو وشاركنا في عشريا نديو حقنا. علاه انت تقول درك انا بطالب منو زيد تخلق لنا الفئه خلاف؟ يا اخي انت مكتوب في الورقه، مكتوب ولا ماكش مكتوب؟ مكتوب حاجه باينه. علاه كيف تسقسيني هذاك بطالب منو؟ يعني اللي كيما انت انفتوا في الخبره وكاين اللي سلك وكاين اللي دا زيرو وكاين اللي مازال، يعني انت درك كرازي تخلق لنا الفئه تاع بطالب منه. لا لا ما نخلق لك حتى فئه، انا راني شخصي. علاه تقول هكذا؟ علاه تقول بطالب منه؟ وين عندنا؟ علاه؟ انا من الغرب، انا من الغرب وني نتبع في جماعه الغرب ونشوف في جماعه الشرق ونشوف في بزاف لايفات وبزاف جماعات، فهمني. انا قلت ندي صح من عند عيسى هذه الحكايه وراهي رايحه وخلاص. انا ما نشتيش حتى واحد يقول لي انايا او تاديبي ولا نهايه العقد، انا ما نشتيش. قال انا عسكري سابق شاركت في مكافحه الارهاب 92 2011، قف انت. وحنا ندافعوا على بعضنا كامل، ما تقول ليش انا نهايه العقد وهذاك انا بملف عسكري. تسمى انت بملف عسكري خير على هذاك نهايه العقد ولا خير على التاديبي؟ والتاديبي يقول لك انا مش كيما نهايه العقد، ونهايه العقد يقول له وهذاك اللي بالملف العسكري يقول لك انا هو اللي نستاهل وندخلوا في بعضنا. يا اخي احنا ما نسينا حتى واحد ودافعنا على الناس كامل. انت اصبر للخبره تاعك، دير الدوسي تاعك مليح وادفعوا بمرض منسوب ان شاء الله هاك التريقل. ما تقول لا نهايه العقد لا بيطالب منه لا اجباري. داكور امسيو؟ ان شاء الله ان شاء الله. وهي ربي يعاونكم ويصبروا على خير. صح صح. تفضل اخي كريم. الو السلام عليكم. سلام. السلام ورحمة الله. تفضل خويا تفضل. سلام. عيسى تسمع فيا؟ راني نسمع. يا كاميرا ما بغاش تمشي لي، قول لي لي زابلي، لي زابلي اللي خدموه خارج مرحلة الطوارئ فوق 2011. عجز غير منشوف. والله نورمالمون غير هضرنا عليهم وقلنا يدفع الملف لا بغا في 2020. مرض في الكازيرنا وعنده ملف عسكري يدفع ان شاء الله عدى العسكر تاعو في 2019 وخرج 2020. هذه هي. انت دفعت الدوسي؟ دفعت الدوسي. واش اللي قالوا لك؟ هاني نستنى، هاني نجري وهاني نستنى وهاني نتبع القضيه، هاني نستنى في الخرجه هاني. والتليفون ما بدلتوش؟ لا لا ما بدلتوش. ملف طبي عسكري زوج كونفاليسون سي في دو كونتروندي كلش كلش ريقلو. نيميرو تليفون اللي حطيته مازال؟ مازال. او يمشي؟ او يمشي. انت بقى استنى في لابيل في التليفون وخلاص. ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله. شوف هيتم 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 هيتم، انا كنت نهضر مع السيد ما تجيش تقول لي انا قصير المده. انت دخلت في 2001 دخلت ابلي وتكاجيت ولا ضربت 4 سنين وخرجت، ما تجيش تقول انا قصير المده. خلاص هذه وفتناها قلنا. انت دفعت الملف تاعك تحطيت الواحد تاعك، اصبر يعيطوا لك كتبت الخبره ان شاء الله. تفضل تفضل عمي، تفضل يا شمخ.
السعيد هذا عبود الرحمن يطلعوا تراش انا نطلع فيهم بالوعد على باك يطلعوا ما يخرجوا ليش اللي مازالوا ما خبروهمش بالخبره الطبيه اللي مازالوا ما خبروهمش بالخبره الطبيه وكاين اللي خبروهم حنا نقولوا اللي مازالوا ما خبروهمش بالخبره الطبيه راهم قلت لك يلموا في الملفات اللي فاتوا في الخبره راهم وعطوهم امسيكو واللي ما فاتوش في الخبره واللي فاتوا عطوهم زيرو السلام عليكم ام هزوهم للدواسه من قسنطينه وطلعوهم للجزائر في دار ابراهيم الفصل تاعهم مازال ما على باليش كيفاه وقلنا في الفيديو اللي فات وما عندناش الديتاي تاع التسويه مازلنا ما على بالناش كيفاه تمشي هذا ما كان السلام عليكم حنا نصبروا الخبره يتمشي وفي نفس الوقت نستناو ممكن يلموهم على بعضهم الدواسه ممكن يديروها سياسيه بالك من الافريل والله يخليه حتى يوصلوا 78 ويسلكوا في بعضهم ممكن يقصيوهم ممكن يعلم ربي على البنش واش اللي كاين وحنا وهضرنا وقلنا ما احنا الا وسيط بيننا وبين الدوله كاين شامخ هذا وبعض الجهويين معاه ولا بعض اللي يمدوا هذا ما كاين السلام عليكم سلام سعيد لك اخويا عيسى هاك تسمع فيا تفضل انا عسكري سابق عارف اول مرحبا بك ولد جلال ولد فول جلال الله يبارك خيار نحارب العشرية من 93 الله يبارك مديت الملف تاعي راني عندي 4 سنين انت من وقت كورونا ايه عاش غير منسوب ايه